الادوات المطلوبه في التجربه عندنا دوره ساعته 1000 ملي، طبعا ما فيش انا ما فيش غير 1000 ملي، الان بنعطيكم اياها بالشفوي ونشوف على ارض الواقع التجربه. تجربه عاليه مثيره صراحه. نشوف صعب. عندنا ناخذ كاس زجاجي ساعته 1000 ملي، 1000 ملي. ناخذ كوم زجاجي، ناخذ محلول بايكربونات الصوديوم. محلول بايكربونات الصوديوم في تركيزه بالكتاب محطوط عندنا 1%، محطوط معنا بوند 2 في 10%. 1% عمليه سهله، تسطع على سالب كيما شبه سالب كيما على اساس يحضر المحلول. لما شاف كل 1% سهله، بعد 1 جرام كل 100 مل. فيش فيها مولاريتي وما مولاريتي، حطيته مثلا زي كذا. ما دام عندك انت طالب البيرسون 1%، الرقم مبين يعني بدهاش اكس هو 3 وشيء. اكيد عمليه صعبه بالنسبه لي، ما وصلش كيف بدنا نعمل. لما شاف على ارض الواقع كان الاسف مش مطلوب منك كل الحكي هذا. 1% معناته 1 جرام لكل 100 مل. هاي سهلت علينا نسبه كبيره من صعوبه اجراء التجربه. فبناخذ بانه معنا اللتر او انت مش يعني مش شرط بس نسبه جرام 1% حسب الدوره اللي انت بتستخدمه. يعني احنا محكومين في قمع زجاجي معين، ممكن يكون اطول او اقصر او شيء بتسيطر عليه، كميه بتحددها انت. كانت الصعوبه اللي حاولنا فيها اللي تقسم تنكيس الانبوب المخبر على القمع الزجاجي. عمليه التنكيس عندك تعبيه الان، خلنا اذا عندنا دوره زجاجي بايكربونات الصوديوم لكن باودر بتوصل بسهوله، ماء، قمع زجاجي، انبوب اختبار. هاي المواد المطلوبه، زائد طبعا النبات. النبات عندنا هنا عملت عده حالات في عده نباتات، زبطت معنا النبته هاي، حكونا عنها شو اسمها بس نسيتها في المشاكل الزراعيه. ما خدناش فشل الزراعة، ما خدناش نبات زيري، ما خدناش أحياء بحرية، على أساس إنه نجيب نبات مائي، نبات مائي ما فيش، يعني محلات زي نروح طلع، مع المر، الأحياء البحرية مش ممكن تلاقوا في البحر. عارفين ليش النبات مائي؟ لأنه بيتطور في الماء. طيب. عشان CO2، الهدف كله مشان CO2، CO2 مدار في الماء، احنا تجربتنا احنا مائية، فمنا احنا CO2 مدار في الماء، اخترنا نبات مائي. توفقنا في هاي النبتة. هاي النبتة الآن بتشوفوها انتم على أرض الواقع، أعطت نتائج الحمد لله كويسة. في عندنا النبتة الثانية، هاي كمان افترضناها نبات مائي، هو نبات البامبو، طبعا اسمه نبات البامبو. نبات زينة بنوضعها في البيت. هاي نبات بامبو. بس انا شو انه عملت الثنتين حتشوفهم الان انتم على ارض الواقع، هاي كانت نتائجها مش مذهل يعني مش مذهل مصيب يعني. بقول لك مش بلحق الحق احط عليها مي، كل ما احط مي على طول خلال اقل من 3 4 ساعات المي بتتحلل وبتصعد الفقاعات، هاي بطيئه جدا جدا. شو اسم النبات ده؟ هذا النبات. هذا مش حكى لي اسمه تبع المشكله. فيكس. مش عارف والله شو بدي. بس انتم المشتل الزراعه موجود على المخرج 15، اللي بده يحب النبته يشوفها مخرج 15 باب الرومانسيه، اول محل مش عنده المحل الثاني، مش كل المحلات حتى عنده النبته هي، يعني اذا فرض الوقت 4 أو 5 محلات حتى لقيت النبته هي، كل نبات ما يكون ما فيش. انا عم بقول هذا بعيش يعني بالماء وبعيش في ال في شركات تسوي الزراعه المائيه، هاي المائيه. في الان لا مو بسرعة مية، نبات مية يعني يكون مغمور في الماء. يكون مغمور في الماء. ليش يكون مغمور في الماء؟ عشان تشوف الفقاع. بس لانك الغاز هاي يصير في الموجودة تشوف اليوم ما تيجي تشوف. فلما يكون داخل الماء تكون فقاعات، لما تشوف الفقاعات هذا دليل على ايش؟ غاز. تصاعد غاز، هذا الغاز وش هو؟ الغاز عفوا الغاز وش هو؟ فاذا يا اخوان اذا بناخذ اذا هاي الادوات يعني لا
اسم الوقت أمنوا بطاقة السلامة و المواد الأدوات اللي جوا مرة واحدة المواد الأدوات كم ساعة؟ لا أنا غطي بطارية. أنا صرت دي كاسة ساعتين تاني. كل تجربة 29 لحالها هي. واه هاي. آه مزبوطة شو؟ بس طلعت كل الاقماع طلعت اعلى من الزنديه
بس الحمد لله كانت النتائج كويسه. المهم هيك صعوبه حتكون عندنا هون، اذا هذه التجربه هي حتنجح معك لكل المراحل، تمشي اول وثاني حتى المتوسط تمشي بطول عمليه البناء الضوئي. بناخذ الكاس نحط فيه كميه معينه حسب المطلوب حسب المطلوب، بعدين بناخذ الانبوبه بكون الجزء مقطوع لاعلى بهذا الشكل. هي بدك تتحكم انت بالطول. من كمان احنا لازم نقول انه كمان الانبوب هاي القاع القمح مناسب مع قاع الزجاج قاع كاس من بعدين بصير بطلع هواء، مش حيستفيد شيء. لذلك بدك تعمل عده احتمالات، تقطع من الجزء من الساق حتى انه والاوراق تكون اتجاه الاعلى مشان انه كمان ما يصيرش عندنا الكوب هيك، لازم يكون ملابس على الكوب. بدك تقطع من جزء من الساق وتحطه وتطوره في المنزل وبعدين تحط المحلول الماي كامل كوبي. هذا ثاني ما بتصيرش بناء طيب، لانه عندنا الموقف فيصير مرور له واحد ونصف الاثنين مع بعض. تمام لو تعمل الاثنين ثلاثة هاي بالنسبة لل بناء الضوئي. النبتة هاي مش عم بقول قبل المخرج 15 من المجالات الزراعية موجودين، بس اصورها بده يشوف هيك سأل عنها يعملها للطلاب كثير تجربة سهلة، بس بدها دقة. العينة موضوعة داخل الغرفة جنب الشباك. اوكي في الحالة هون زي اخوان زدنا شدة الإضاءة، عرضنا النبتة العينة لمصدر ضوئي قوي. شو ملاحظين الفقاعات زاد عدد بطريقة ملحوظة. واضح زيادة عدد الفقاعات اللي بتطلع. ممتاز هيك يعني. عرضنا العينة للشمس مباشرة وضعناها على باب الشباك. كما تلاحظوا عدد الفقاعات زادت. مش مساعدنا كثير، الشمس الغيوم بتغطي الشمس بين لحظة والثانية.